تقوم بعض المعامل بطلاء الثريات وبعض الآنية بالذهب بطبقة رقيقة جدا، فهل استخدام هذه الثريات زينة في البيوت يجوز؟ وهل العمل في طلائها في المصنع محرم أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، لا يجوز استعمال الثريات المطلية بالذهب، ولا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك وأن يجعله حرفة له، لأن هذا من المنهي عنه، استعمال الذهب في الأواني أو في الثريات أو غير ذلك، أو حتى ما يقال أنهم يستعملونه في أشياء أخرى من مفاتيح السيارات أو غيرها، كل هذا حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأواني من الذهب، وكذلك ما فيه شيء من الذهب في الأواني، ومثلها سائر المستعملات من قلم أو دوات أو قنديل أو غير ذلك من مستعملات الإنسان أو المفاتيح، لأن هذا من الترف المنهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولا يجوز لصاحب المصنع أن يعمله للناس وأن يبيعه أو يعمله بالأجرة. نعم، بارك الله فيكم.